دلوقتي معدنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا موقع صدى البلد، ومنه نقرأ: قمة مصرية أردنية بعمان، السيسي والملك عبد الله يتبادلان وجهات النظر حول تعزيز آلية التعاون مع العراق، ويبحثان مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس والعاهل الأردني عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة عقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وقد أعرب الملك عبد الله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبا بزيارة الرئيس، مؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدا في هذا الإطار بدور الرئيس في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للعاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات. كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة. وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، فضلا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.